بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. يومنا غر من أيام المنافسة هنا في تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في هذه الانطلاقة الصباحية التي نتشرف من خلالها بوصول راعي هذا المهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لبدء الانطلاقة في هذا المهرجان، حيث تحديات سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال التواجد في مهرجان المرموم التراثي الذي انطلق بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واهتمامهم الكبير بدعم هذه الرياضة ودعم تحديات الأصالة ودعم المنافسة على أرضية كافة الميادين هنا في دول الخليج. تحية لكل المتابعين الذين يتابعون يدققون في انطلاقات الأسماء التي حضرت هنا في شوط المفاجآت، شوط البدايات الأولى، شوط التحديات التي تعلن هذه البداية الأولى وتعلن هذه المنافسة التي تحددها مسارات هذه الأشواط. صباح مميز هنا، التنافس على كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم لسن اللقاية في انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ الذين قدموا كل الأسماء المميزة التي ستكون حاضرة في انطلاقات هذا المهرجان وتأكيد البداية. نبدأ مع أول الأشواط وهذه الانطلاقات، حيث أعطيت إشارة انطلاق أول الأشواط الكأس المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ الذي يبدأ مع هذا الانطلاق، مع هذه البداية، مع هذه التحديات التي تعلن انطلاق المنافسة. وبسم الله وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من دانة الدنيا دبي، من أذكى ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث بدأ الصراع، حيث بدأ النزاع، حيث اجتمع الكل في كأس الكؤوس وكأس المفاجآت لسن اللقاية. المسافة ألا وهي 5 كيلومترات، ختامي المرموم وكأس اللقاية 2018، 4-4، تاريخ جميل، تاريخ مميز، يوم الأرقام، يوم البطولات، يوم الصولات، يوم تخليد اسم جديد من الأسماء المشاركة، حيث الأسماء التي تشارك في هذا اليوم ما فيهن اللي ما أخذت لها رمز ونافست على رموز هذا الموسم. أبدأ مع حضراتكم النداء الأول، وفي هذه اللحظات الترحيب كذلك بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مرحبا بك في هذا المهرجان، مرحبا بأصحاب السمو الشيوخ، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالمتابعين، بالشعارات المنطلقة أبي أتابع معركة اللقاية، حيث الحمر ينطلق مع مقدمة الشوط، حيث خير من اختارت لها موقع ممتاز، اختارت المركز الأول والخير فيما اختارها الله. يا بن زيتون يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري، مقدما لنا شعار هجن الرياسة، هجن الإنجازات وهجن البطولات وهجن التاريخ، حيث الحمر يشكل الخطر من خلال تقديمه
تقدم خير. المركز الثاني كذلك الحمر، الحمر مع المركز الثاني مقدما لنا شعار يتقدم المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، مقدم لنا المسك، ماسك زمام الأمور، ماسك زمام الأمور، يبي يمسك الكاس. كأس المرموم 2018 وصلت من تحمل الرقم 18، وصلت بشعار المملكة، مقدم لنا المملكة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم المضمر مع المملكة حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، أسطورة التضمير وهيبة الرموز. المركز الرابع القدوم الانطلاق، وصل الذهايب، ذهايب في يوم الصعايب في يوم اللقاية، وصلت العاصفة، العاصفة وهجنها تقدم لنا ذهايب، يقدم ذهايب المضمر غياث الهلالي. أين يذهب الكاس يا غياث يا مضمر ذهايب؟ وصلت في هذه اللحظات مكارم، مكارم أم المكارم، من كرمت جماهيرها، من كرمت محبيها في ميدان الوثبة يوم اللقاية، يوم اجتمعن اللقاية في عاصمة الميادين وانتزعت كأس الوثبة 2018، تبحث عن كأس جديد، تبحث عن اسم فريد. مكارم، مكارم بشعار مالك تكريم، فزاع يقدم مكارم. القدوم، الانطلاق، التواصل، وصلت منحلة، منحلة القادمة، وأيضا صاحبة كأس المحليات هنالك في الوثبة قادمة بكل قوة. فزاع يقدم قوة ضاربة من أجل الرمز، من أجل الفوز. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى شعار هجنوا الرياسة، الرياسة والعاصفة، العاصفة والرياسة في معركة المرموم في ختامي الختاميات يوم اللقاية. يا بن زيتون يا غياث، طارن اللقاية، طارن، طارن اللقاية، طارن نحو كأس المرموم، نحو كأس المفاجآت. الحمر، الحمر والشعار الملكي، الشعار الملكي وشعار الرياسة، العاصفة والرياسة. خير، خير، ولا المسك، 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 امسكت المركز الأول، امسكت المركز الأول، أوثبت على المركز الأول. بن زيتون يقدم الإبداع والفنون، بن زيتون يقدم الجنون في يوم اللقاية، في يوم اللقاية. الرياسة تهاجم اللقب، تهاجم اللقب. 1200 يا المسك، المسك، المسك. المركز الثاني منحلة لهجن العاصفة غياث الهلالي، المركز الثالث أوصلت خيرة لهجن الرياسة، المركز الرابع القدوم من وافية لهجن الرياسة، المركز الخامس المملكة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. العودة إلى كأس المفاجآت، إلى كأس البطولات، إلى كأس التاريخ، إلى الإنجازات. الرياسة، الرياسة، الحمر، الخطر مع كأس المفاجآت، مع كأس المفاجآت. راح بن زيتون، راح بن زيتون، والقادمة ذهايب، ذهايب، ذهايب. روح يا المجازف روح، غياث قادم. الرياسة، العاصفة، العاصفة والرياسة، الرياسة. بن زيتون والعصا في البطان، بن زيتون يقدم الإبداع، بن زيتون يقدم الفنون، يقدم لنا خيرة، 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 خيرة. اختارت المركز الأول، اختارت المركز الأول. الكاس، الكاس، الكاس ما يحتار، ما يحتار غير بن زيتون، ما يختار صاحبة الخنجر في جائزة زايد الكبرى. طارت، طارت، طارت.
طارت طارت هجن وزايد طارت طارت هجن الإماراتي طارت تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظك الله يا أبو سلطان. كأس المرموم رئاسي كأس المرموم حمر خطر في هذا اليوم المركز الثاني ذهايب لهجن العاصفة. المركز الثالث كان الوصول من المملكة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الرابع وافية لهجن الرئاسة. المركز الخامس صحاري لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. هكذا الرئاسة وهجنها خاطفة لكأس المرموم 2018 في الرابع من شهر أربع في أربعة من إبريل، وها هي حقيقة إبريل. الرئاسة منتزعة للكاس 7 دقائق 9 ثواني وجزءا من الثاني. مشكور يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني ذهايب لهجن العاصفة. تهانينا لمالكها ولعهد دبي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم 7 دقائق 12 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا للمضمر غياث الهلالي. وثالثا وصلت في المملكة ملك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وأسطورة التضمير حمود بن محمد الوهيبي 7 دقائق 14 ثانية و4 أجزاء من الثانية. كأس المفاجآت الأول رئاسي باللون الحمر. تحية متواصلة وانطلاقات لهذا الصباح الذي يحمل المفاجآت والتحديات. الكأس الأولى الكأس المفتوح لون باللون الأحمر، وهنا الانطلاقة الثانية التي تحمل كأس خاصة بالمحليات من خلال هذه الأسماء المميزة التي ستكون حاضرة في انطلاقات التحديات.